اليوم حضرنا لقاء لتقديم ترجمة كتاب الهادي التيمومي كيف صار تونسيون تونسيين، ترجمة للفرنسية وترجمة للإنجليزية اللي قام بها سي الهاشمي طرابلسي. مهم جدا الترجمات وتهريب الأرواح إلى غير الناطقين باللغة الأصلية اللي تكتب بها الكتاب. الحقيقة كان لقاء قيم اليوم بحضور الدكتور الهادي التيمومي والأستاذ الهاشمي طرابلسي. شهدت حضور نوعي كبير من الجمهور، رينا الناس واقفة، رينا الناس في الباب تحاول وأنها تستمع الفحوى اللقاء هذا. انطباع الذي حصل لي اليوم ويتعلق بجملة من الحلقات عنوانها كتاب وحوار، تنظمها مؤسسة روز لوكسمبور، وهو لقاء تميز بنسبة هامة من الحاضرين، جاءوا ليستمعوا إلى نقاش حول كتابي كيف صارت تونسيون التونسيين. من الحاجات اللي تفرح برشا انه نشوفوا قاعه مليانه برشا بالناس اللي مهتمين بالكتاب، واحنا نسجلوا يعني بارتياح كبير عوده الاهتمام بهذا الكتاب، وهذا نلاحظوه حتى من خلال المجموعات القرائيه اللي صرنا نشوفوهم على الميديا الاجتماعيه. الكتاب اليوم عنده 8 سنوات صادر، ولكن 8 سنوات يحظى باقبال القراء. الجديد في الكتاب هذا ان ترجمناه للانجليزيه وللفرنسيه حتى يتعرف علينا اللي ماهوش عربي، يتعرف على تونس شنو هي تونس. الفضل بالطبع اللي روزا اليوم هو انها تقدم الكتاب للشباب. من المهم انه المعرفه هذه، ومن المهم وانه الكتابات هذه تتاح بلغات اخرى حتى العالم الخارجي يعرف على تونس والتوانسة، تاريخهم، ثقافتهم، أهم المحطات التاريخية في حياتهم، قضية الهوية التونسية اللي هي قضية خلافية وجدلية. أي شخص يحترف يمتهن الكتابة بحاجة إلى رجع صدى، بحاجة إلى جمهور. في تونس مع الأسف التونسيون ليسوا مشهورين بكونهم شعب شغوف بالمطالعة، وبالتالي فإن لقاءات مثل اللقاءات التي تنظمها مؤسسة روز لوكسمبور تكثر من عدد المطلعين على الكتب الثقافية، خاصة عبر لقاءات مثل لقاء اليوم. مرينا قاعة فيها ناس مختلفين، فيها أفكار مختلفة، فيها آراء مختلفة، فيها مقاربات نقدية. حتى الكتاب كيف صار التونسيون تونسيين للأستاذ الهادي التيمومي، ورغم هذا كان هناك حوار بناء، حوار ماهوش حبيس الماضي فقط، فيه تأمل، فيه استشراف، فيه تفكير في الحاضر، فيه أيضا تفكير في المستقبل. ونعتقد أن اللقاءات هذه الفكرية هامة وهامة جدا، أولا لتثمين مجهود الباحثين والباحثات، لتثمين أيضا الإنتاجات الفكرية والأكاديمية والإبداعية. استرعى انتباهي حماس المتدخلين في النقاش واختلافهم في تقييم الكتاب بين إيجابي جدا وإيجابي وسلبي، وهذه هي الديمقراطية التي نريدها أن تمارس في تونس، لا في السياسة فقط بل حتى في الحياة الثقافية، وربما في الحياة الثقافية تكون المسألة أكثر إلحاحاً. روز لوكسمبور أعطتنا الإمكانية باش نقول كلام أوسع وكلام يعني أكثر جرأة، بدون ما نطيح في شعبوية مغلوطة أو نكذب على الناس أو لا نقول إلا الحقيقة.